أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل مازح زوجته وهي حامل في شهرها الخامس. نعم. رجل مازح زوجته وهي حامل في شهرها الخامس حتى سقط الجنين، فماذا على هذا الزوج؟ شلون مازحها؟ يعني روعها. إذا كان روعها وأسقطت يكون عليه كفارة، لأنه تسبب في قتله، هو له 5 أشهر تسبب في قتله في ترويعها. أما إذا كان مزح عادي وليس فيه ترويع فليس عليه شيء. نعم.